في الطلقات اللي احنا بنضربها من حفله واحده كبيره جدا. يعني ممكن من اي مكان يكون تعليم يبقى في مثلا 20 طالب، واحد منهم يبقى نجم، اثنين يبقوا نجوم، انما صعب جدا انك انت تدخل 40 طالب يطلع منهم 20 واحد او اكثر من نصهم يبقوا نجوم في الحركه الفنيه في مصر. ومش بس نجوم في مجال التمثيل، لكن نجوم كمان في مجال تصميم الازياء. مثلا مروه عوده متخرجه من عندنا وهي واحده من اهم مصممين الازياء اللي موجودين حاليا، وكان بيدربها الله يرحمه استاذ داني شاكر والسيده نعيمه عجبي، دول من اهم الاساتذه اللي كانوا بيدربوا جوه المركز. عصام السيد هو اللي بيدرب الاخراج عندنا في مركز الابداع الفني. فالاساتذه اللي موجودين جوه هو مركز الابداع الفني مش خالد جلال، يعني مركز الابداع الفني فيه نجاة علي وفيه ناجي شاكر وفيه عصام السيد وفيه اساتذه كتير جدا، عماد الرشيد وفيه شفيق في الاستعراض، وفيه احنا اكثر من 12 استاذ بندرس جوه مركز الابداع الفني، لكنها منظومه قويه جدا وما بغيرهاش. بتروح تدرس في السوربون ما بتروحش كل سنه تكتشف ان هم بيعملوا حاجه، هم عندهم نفس الستايل في التعليم ونفس الستايل في الطريق وبيطلع منهم نفس النتائج. الفيصل ما بيني وما بين اللي حواليا كلهم نتائج. يعني دايما اقول تعالى نعد مع بعض وتعالى نشوف مين اللي متخرج من مركز الابداع الفني، وهؤلاء اللي قاعدين قدامكم دول الاوسمه بتاعتي. يعني ما حد بيكلمني بيقول انا مطلع حمزه العيد وطلع محمد مراد وطلع كذا وطلع كذا وطلع كذا وطلع كذا. بنشعر بفخر كبير ان مركز الابداع الفني ساهم في دعم الحركه الفنيه. ليه بقى؟ لانه اغلب الاساتذه او كل الاساتذه اللي موجودين هم اساتذه عندهم رغبه في العطاء وما عندهمش اي رغبه في فكره انك انت تمنع معلومه عن الطالب بتاعك. بالعكس انا احنا بنحس ان الطالب بتاعنا لما يكون احسن مننا ده احسن حاجه ممكن تحصل، ونحس ان الطالب بتاعنا يعني احنا كمان يعني جهه حكوميه بسيطه، يعني ما فيهاش تعقيدات وما عندناش اي تعقيدات روتينيه ممكن تمنعنا من ان احنا ندرب الشباب. ودلوقتي عندنا طلبه من تونس ومن المغرب ومن اليمن ومن السعوديه بيدرسوا جوه، من سوريا بيدرسوا جوه مركز الابداع الفني في الدفعه اللي موجوده حاليا. بقى في ناس بتيجي